أرخب على مون أرخب على هذا أرخب على هذا أرخب على هذا الافتتاح بزاف فرحنا بزاف وحنا فرحنا باش نرجعوا من هذه 7 شهور وحنا محرومين من الجامع دابا الله فرحنا بهذا السمو ملي فتحنا الجامع ولكن ندير دابا الله هذا الشيء مكتوب ديال الله ما نقدروش نديروا فيه شي حاجه ولكن الناس خصنا التجمع نديرو وغادي نصليو في واحد السمو بعيد والصلايه ديالنا كجبناها والكمامه عاملينها وندوزوا هاد الصلاة بخير وعلى خير. أنا اليوم فرحانة جيت باش نصلي الجمعة في مسجد الحسن الثاني ونهار كبير هذا الله يدوه ما علينا فرحين إن شاء الله وهذا راه بالنسبة لنا يوم الجمعة بالنسبة للعرب راه عيد المؤمنين والحمد لله دازت واحد الفترة والحمد لله الأمور دازت على خير وبخير وهو دابا الحمد لله المسجد عامر بالناس بالرجال بالنساء بالأطفال كل شيء فرحان وكل شيء واقف ومشوقين لهذا اليوم اللي راه نهار كبير عند الله سبحانه وتعالى. كأني ولدت اليوم يعني والحمد لله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الطفل يلد بالفطرة مسلم وأنا حاسس بعد الفترة هذه اللي أبعدنا يعني اللي بعدنا عنها عن المساجد إن احنا والجمعة بالذات إن احنا ولدنا اليوم عن إذنكم أفتتح الباب. السلام عليكم. الله الله الله